نشوفها في النيورولوجي، في يعني ما هياش ما فيش باثولوجي فيها، بس هي في الغالب بتبقى هرمونال امبالانس في فتره، يعني بتشوف اتاكسيا كونفرجن، بتشوف باركنسونيان كونفرجن، وبتشوف سيجر كونفرجن. ده اللي حبيت اقوله عليه، كان باقي كله كويس قوي، وخصوصا البرزنتيشنز بتوع الانفانسي فيري يعني امبرسيف. Next speaker will move to next speaker. دكتورة منى كامل هي مدرس على وش أستاذ مساعد إن شاء الله. She's very active member in the Neuro Pediatric Unit and committed. The presentation will be an approach to ataxia. صباح الخير. في الأول أحب أشكركم على القمر الرائع، وأشكر دكتور فيكن على الدعوة الجميلة وأساتذتي العظماء طبعا، الأستاذ تنغيلي دكتور إبراهيم شكري، أستاذتي الدكتورة لبنى منصور، والأستاذة الدكتورة مريم خلود. هنتكلم النهاردة عن الأبروتش تو أتاكسيا. هنقول الأول الإنترناشونال، وبعد كده هنتكلم على الإنترودكشن، وهنقول هاو تو إكزامين بيشنت بريزنتينج ويز أتاكسيا، وات إز ذا كوزز. وطبعا هنا احنا بنتكلم أكتر على الأكيوت أتاكسيا اللي احنا يوجوالي بنقابلهم في الإمرجنسي، وفي الآخر هنقول هوم مسج. What is the definition of ataxia? The inability to make smooth, accurate, and coordinated movements in absence of motor weakness. هو ده الشرط. The types of the ataxia هو مش بس cerebellar ataxia. لازم نبقى عارفين ان احنا في عندنا 3 types of ataxia. Cerebellar ataxia وده اللي احنا هنتكلم عنه in details النهارده. Sensory ataxia. Sensory ataxia بيحصل لما يحصل اي affection من اول perceptive sensation. يعني with different nerve affection لغاية لما نوصل للcortex والparietal region. أي affection through the sensory pathway هيؤدي إلى sensory ataxia، ونحن usually بنتست by the Romberg test. والvestibular ataxia برضه affection of the vestibular division of the vestibulocochlear nerve بيؤدي إلى manifestations similar to the acute cerebellar ataxia. السيربيلوم اللي هو the main cause of the cerebellar ataxia احنا بنسميه the small brain. We have a body in the lower back part of the brain. We بيبقى divided into vernus، بيبقى عندنا two cerebral hemispheres. Vernus usually بيبقى responsible for the trunk equilibrium. Two hemispheres بيبقوا مسؤولين عن ال coordination. السيربيلر examination احنا لازم نعمل proper cerebellar examination to any patient presenting with ataxia، ولازم نفولفيل all the items. واتجمعت في كلمة تاش باختصار ديزيادوكاينيسيا، اتاكسيا جدا البوتشر، نستاجمس، انتنشن تريمرز، السبيتش اللي هو ممكن نقيس لورد اور ستاكاتو اند هايبوتونيا. والناحية الثانية الفيجرز، أول حاجة بنشوف الترانكل اتاكسيا عن طريق احنا البيشنت بيبقى لاينج ان سيتنج، يعني قاعد ان سيتنج بوزيشن، وبنديتكت اي وجود ترانكل تيتشوبيشن، وبعد كده بنأسك هيم تو ووك، وبنأسس الجيت وبنشوف هل في وايت بيز جيت ولا لا. واحيانا بنستخدم الدانكتم جيت تو الاسس لو في عندنا سطل اتاكسيا. بعد كده بنأسس الكوردينيشن فينجر تو دكتور فينجر وفينجر تو نوز. بنأسك ذا بيشنت ان هو يتكلم علشان نأسس السبيتش. والاي اكزامينيشن از فيري 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 امبورتنت ان كيسز اوف اتاكسيا، ولازم نعملها ان اول دايركشنز. وفي الاخر طبعا بنأسس التون which will be hypotonic in cerebellar ataxia patients. والرفلكسز usually بتكون نورمال، لكن هي في الليتراتشر بنسميها بيندولار رفلكسز. وبعد كده بنأسك ذا بيشنت تو دو رابط موفمنت اللي هي ستيريوتوبيك موفمنت علشان بنشوف الكوردينيشن، وبيعملها بوان لمب الاول وبعد كده بيعملها بي ذا اذر لمب، ودي بتساعدنا ان احنا نحدد هل احنا يونيلاترال افكشن ولا احنا بايلاترال افكشن. وفي الاخر خالص بنعمل الرومبرج تيست، وده بيكون مهم علشان نديتكت بريزنس اوف ذا سنسوري اتاكسيا. احنا بنأسك ذا بيشنت تو كلوز هيز اي، فلما هيغمض عينيه لو انا في عندي deep sensory affection طبعا هيلوس البالانس بتاعه، وبالتالي هعرف ان انا في عندي element of sensory ataxia. لما هنيجي نتكلم عن الاتاكسيا اهم حاجه خالص ان احنا بنسال في الهيستوري والاكزامينشن ونعرف الانست. واكوردنج تو ذا انست احنا بنقسمها، هل احنا اكيوت اتاكسيا ولا كرونيك اتاكسيا. الاكيوت اتاكسيا اللي احنا هنتكلم عنها اكتر النهارده، وهقول برزنتيشن فيري سامبل كلنا قابلناها وعارفينها جدا.
الحديثي والديفلوب المتاع الحديثي كانت نايمة كويسة صحيت من النوم عندها dramatic onset of anesthetic gait having difficulty sitting up be unable to walk independently. بناخد الهيستوري ما فيش هيستوري اوف تروما ما فيش هيستوري اوف توكسيكيشن نو ابارنت فين البيشنت اكتف وي كومبليتلي نورمال وما فيش فيفر وي ويل باي ذا اكزامينيشن كل حاجه كانت نورمال في البايتال ساينز وي الجنرال اكزامينيشن وي اللانجوج الكرينيال نيرفز كان بس عندنا باي لاترال جيز بولسي وي we the coordination can anti fee significant truncal ataxias and dysmetria we the patient can عندها unable to walk the patient was admitted we received a cyclophane we حصل لها improvement within 5 days and was discharged. السؤال اللي احنا بنحب نساله هل acute cerebellar ataxia المفروض ان احنا نديها اسايكلوفير this is the first question. الكويستشن الثاني هل روتين ان احنا نعمل نيو ايمجينج تو اني بيشنت بريزنت وذ اكوت سيربيلر اتاكسيا ده كان هقوله في البرزنتيشن الثاني. الاكوت سيربيلر اتاكسيا رابيدلي هي لازم سادن اونست سادن within 2 days maximum وي ان ابريفيسلي كومبليتلي هيلثي تشيلدرن بتكون نتيجه سكندري اوتو ايمون ريسبونس و 30 ل 50% اوف ذا كوزز اوف ذا اكوت سيربيلر اتاكسيا of sorry acute ataxia هي acute cerebellar ataxia ويوجوالي بتكون most infectious to viral infection وي most responsible هو البرسيلس ريستر فيروس بيمثل حوالي 50% وي الهيومن هيربس فيروس. في lack of clear guidelines for the treatment of the acute cerebellar ataxia بس لان البرسيلس ريستر وي الهيربس فيروس بيمثلوا جزء كبير من الكوزز هنا جه الرول اوف ان احنا بندي اسايكلوفير to all patients of acute cerebellar ataxia على الرغم ان احنا no clear benefits having ever been described هل فعلا الاسايكلوفير مفيد ولا لا بس معظم الاوثرز بيدو وبيقول ان احنا فيجوالي بنقلل الكومبليكيشن. الاسايكلوفير بيشتغل على الزوستر برضه بالنسبه امتى ندي استيرويد وامتى ما نديش الحقيقه ان برضه ما فيش كاب اوف لكن في الليترشر دي ظريفه عملت لنا جريدنج وبتقول لنا امتى ندي الاستيرويد وامتى ما نديش بس انا هشرحها ليتر اون هنرجع لها تاني. تو سمرايز بقى الاكيوت لا سوري احنا لو عملنا اكسكلوجن لكل الكوزز والبيشنت كانت كومبليتلي نورمال لان احنا قلنا ان هي دايجنوستيك اوف اكسكلوجن انا مش روتيني ان انا بعمل كلينيكال ايمجينج انا بس بعمل ادمشن وبعمل كروز اوبزرفيشن ولو ما حصلش امبروفمنت within days انا ساعتها بطلب نيرو ايمجينج او لو حصل بروجريشن اوف ذا كونديشن. طب احنا دايما بنقول ان احنا we will not find anything what we are looking for هو مش يوجوالي سيناريو بيبقى جميل والبيشنتس بتخف والسيناريو بيبقى حلو احنا لازم نكون حاطين في دماغنا واحنا بنتعامل مع البيشنتس دول ان هي ممكن تكون acute cerebellitis. In acute cerebellitis, it is considered in a severe form of acute cerebellar ataxias of the other standard بيعتبروها انها separate integrity لكن يعني هي the same nature with inflammatory bruises وهي ranging from benign self-dumping لكن احيانا بتيجي بفالمنت presentation وهو ده الخوف هو الفالمنت بتاعها ان هي تؤدي الى بعد كده hydrocephalus وincrease intracranial pressure. ازاي نفرق ما بين الاكيوت سيربيلر اتاكسياس اند الاكيوت سيربيلايتس؟ ان احنا بنعمل كلوز اوبزرفيشن اوف ذا بيشنتس وان احنا بنسيرش فور ذا ساينز. الاكيوت سيربيلر اتاكسيا قلنا ان احنا ما بيكونش فيها ولا منشر سيمبتومز ولا سيجرز ولا انتر ليفل اوف كونشسنس على عكس الاكيوت سيربيلايتس ممكن تجيب اي سيمبتومز من السيمبتومز. فبالتالي هي بيكون في عندها سيربيلر مانيفستيشنز اند اكسترا سيربيلر مانيفستيشنز. السيست في البيشنتس اوف اكيوت سيربيلايتس مش هي الكلو فور ذا دايجنوزس ويوجوالي بيكون نورمال بعدين ممكن نلاقي احيانا بوليوسايتوزس او اليفيتد بروتينز لكن ويجوال سي اس اف بيكون نورمال سي اس اف. بالنسبه للام ار اي هو ده الرول في الدايجنوزس اوف ذا اكيوت سيربيلايتس وبالتالي الاكيوت سيربيلايتس كان بي رولد اوت وذاوت اني ام ار اي امجينج. دي نيورو امجينج الحقيقه ان السيتي برين هو الايزي ونحن احنا بنعمله يوجوالي في الامرجنسي بس هو يوجوالي بيبقى نورمال اكسبت طبعا في الفالمنت ولو احنا وصلنا السيفير وبدا يبان هايبركافاليك تشينجز لكن الاصل بتاعنا هو ان احنا بنعمل الام ار اي ودي الاكسيال ام ار اي تي 2 كات باين عندنا الانكريست تي 2 سيجنالز في البوث سيربيلر هيمسفيرز ومش دايما بتيجي يوجوالي مش دايما بتيجي بايلاترال ممكن تيجي بايلاترال ممكن تيجي يونيلاترال افكشن وي ذا الفولو اب ام ار اي حصل برين اتروفيك تشينجز وهو ده اللي احنا بنقوله ان يوجوالي الاكيوت سيربيلايتس بتسيب سيكولي اكتر من الاكيوت سيربيلر اتاكسيس.
السكورز اللي انا قلت هشرحه. السكورز ده هو مجمع بوت الاكيوت سيريبيلر اتاكسيا والاكيوت سيريبيلايتس، ومقسمها لي سيريبيلر هاند بريزنس اوف اتاكسيا والبالانس والديسمتريا والديسارثريا والديستاجمس والاكسترا سيريبيلر اللي هي الفومتنج والهيديك بيهيفيرال تشينجز ديترمنتال ستيتس والهايبوتونيا، وبيدي كل واحد منهم درجه بيعمل الجريدنج اوف ذا سكورز فروم 10 واكوردنج تو ذا سكورز هنقسمهم لهم مودرن اند سيفير من 0 ل 3 و 4 ل 6 ومن 7 ل 10. اللو يوجوالي ما بيديش اي تريتمنت، والمودريت والسيفير هما اللي بندي فيهم الاسايكلوفير والبالس ستيرويدز. يبقى احنا كده هنقول ان الاكيوت سيريبيلايتس بس دي نوتابلي مهمه جدا لو احنا مش قادرين نعمل لمبر بانكشر، هو العيان جاي لنا بايه؟ جاي لنا بالفيرد منتال ستيتس وجاي لنا فيفر وممكن يكون جاي لنا بسيجرز، فانا مش هقدر افكر ان يعني افرق انا عندي بكتيريال انفكشن ولا لا لو انا ما عملتش السي اس اف، وبالتالي هنا هدي امبيريكال انتي مايكروبيال ثيرابي لو انا ما اقدرش اعمل لمبر بانكشر او كانت بي بيرفورم زي ما دينا قالت في المحاضره بتاعتي ان احنا احيانا بيكون عندنا كونترا انديكيشن. لكن الأكيوت سيريبيلايتس في ميديكال اند سيرجيكال ايمرجنسي اللي بيفعل بالنيزلون هو الكورنر ستون بيدي من 20 تو 30 ملي جرام كل شيء بير داي فور 3 تو 5 دايز اكوردنج تو ذا سيفيريتي اوف ذا كيس. واحيانا طبعا بتبقى مور سيفير لو حصل هاي الكاتالست اللي محتاجين سيرجيكال انترفنشن. وفي النهايه الأكيوت سيريبيلايتس دايجنوزس ريكوايرز ا هاي ليفل اوف سسبشن اند ايمرجنسي برين ام ار اي. طب الكيس برزنتيشن الثانيه دي علشان نقول ان احنا مهم جدا ان احنا نعمل اي اكزامينشن في كل عيان جاي بريزنتنج ويت اكيوت اتاكسيا. الموفمنتس دي احنا بنسميها رابيد جيركينج اي موفمنت اوسكلاتري موفمنتس اللي بتحصل في العيانين syndrome since it usually بتحصل في the children وال common age بتاعها في second year of life. تبقى combination of the eye movement disorders والmicronus وال irritability and sleep disturbances و 15% بتبقى associated with the neuroblastoma. وال investigations بتاعت ان احنا نرول out عبر ال high resolution imaging وان احنا بنشوف اليوريك اسيكولامينز وال treatment طبعا لو لقينا neuroblastoma بنديها induction chemotherapy وال immunosuppressive therapy وال rapid diagnosis طبعا بيدينا improvement في good prognosis. لو احنا هنجمع كل الكوزز اوف الاتاكسياز احنا اوكي احنا عارفين ان الكومس الاكيوت سيريبيلر اتاكسياز وهي بناين وبيحصل ريكفري وسبونتينس ريكفري، لكن لازم تبقى عينينا على كل الالارمنج ساينز. انا بقول اوت ان انا ما فيش عندي تروما، ما فيش عندي انتوكسيكيشن، ما سيرش فور ذا بريزنس اوف ذا مينشر ساينز اني فوكال ليجنز او انكريز الانتراكرينيال بريشر او المينشر ساينز. وكمان الهايبو ريفلكس تدخل في الديفرنشال دايجنوزس وبتكون مهمه جدا، لان جيليان باري والاكيوت سيريبيلر اتاكسيس هما الاثنين بيجوا باكيوت اونست اوف انابيلتي تو ووك، وهما الاثنين بيكون عندهم هايبوتونيا. وهنا تاني بنرجع لاهميه ان احنا لازم نعمل كل الستبس اوف اكزامينشن اوف اكيوت اتاكسيس باكزامينشن اوف ريفلكسز، لان في جيليان باري هيكون عندنا هايبو ريفلكسيس، لكن في الاكيوت سيريبيلر اتاكسيس هيكون عندي نورمال ريفلكسيس. احنا كده خلصنا الاكيوت. هقول فيري رابيد الكرونيك ممكن تكون بيرسيستنت او انترميتنت. الكرونيك اند بروجريسيف طبعا اهم حاجه بالنسبه لي واللي انا ببقى خايفه عليها خايفه منها في البيشنتس وذ اتاكسيس ان انا لازم ارول اوت ذا بريزنس اوف ذا برين تيومرز زي الميلانوبلاستوما اند الاستروسايتوما. طبعا في عندي جينيتيك كوزز والكومبلكس الاتاكسيس ترانشكتيزيا ده برضه بينحسب ذا امبورتنس اوف اي اكزامينشن بريزنس اوف ذات ترانشكتيزيا ان مود اوف ذا بيشنتس of ataxic telangiectasia. ولازم اكون عارفه ان انا حتى ايه لو انا جينيتك انا عندي كريتيكال ميتابوليك كوزز اوف اتاكسيا هم ارير، بس انا لازم اسيرش فور اند دايجنوز الدليفري مسج بتاعتي ان احنا الاكيوت اتاكسيا ريكواير ايرجنت انفستيجيشن لو عندي فوكال نيورولوجي لو عندي نيتشر ساينز والكارنت فيفر اسمبتوم او انتوكسيكيشن لو مين عندي ابسنت ريفلكسز. ولازم نكون حاطين في دماغنا ان هي ممكن تكون فيرست بريزنتيشن اوف برين تيومرز او بايو نيوبلاستيك ويتش از اوبسكرونس مايكرونس سيندروم. ثانك يو. Thank you very much.